كابتن محمود صديق شخصي وبعتز جدا بهذه الصداقة، ويعني أنا من الجيل اللي استمتعت بمحمود الخطيب وهو لاعب، يعني عملوا أمجاد أيام هايدي كوتي وحازوا على بطولات كثيرة في هذه في الوقت ده، ومعاه مصطفى عبده ومعاه الجيل العظام دول اللي حققوا الكثير سواء للنادي الأهلي أو لجمهورية مصر العربية يعني. فنتمنى له الشفاء والعودة إن شاء الله. النادي الأهلي مزيد من الإنجازات، ده نادي عريق بيمثل دعامة كبيرة للرياضة المصرية، هو والأندية التانية نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى أن كل الأندية المصرية بتعمل شغل كويس عشان في الآخر يبقى لنا تمثيل دولي، وكل الجماهير المصرية سواء الجماهير الكورة أو غير الكورة تسعد بالتمثيل الدولي لفرقها في مختلف دول العالم.